البيض غالية، ايه الحكاية يا فندم؟ وصل كام الاول النهاردة الطبق؟ والله النهارده واصل طبق من 75 ل 77 جنيه بس. بصراحه 75 جنيه بس، هو تعتبر برضه كده زايد يعني. يعني احنا المفروض احنا في صيف وفي وفره في البيض. ليه 75 ليه 77؟ بتكلم على بيض يا فندم، ده احنا بننتج تقريبا، عندنا تقريبا 3 مليار مش كده؟ 13 مليار 13 في مليار يعني. 13 مليار ويوصل 77 جنيه ليه؟ وعندنا اكتفاء ذاتي ليه؟ عندي اكتفاء ذاتي يوصل 77 جنيه، طب لو انا بستورده كان وصل كام؟ 500؟ بالظبط كده. لا بتكلم بجد والله. ما حضرتك اشرح لنا ليه يا فندم يوصل كرتونة البيض 77 جنيه؟ ده مصيبة. ما احنا عايزين بقى حد من المنتجين يقول لنا ايه السبب يعني الزيادة دي، لأن مفيش حاجة مبرر للزيادة. نفس التكلفة وحاجة منتجة مصرية، مفيش أي يعني، نفس التكلفة من بتاعت الشهر اللي فات زي الشهرين اللي فاتوا زي الشهر، بل بالعكس الأعلاف نزلت سعرها، وفي حاجات ياما نزل سعرها، الزيوت نزلت سعرها، ده الحديد رخص، الحديد رخص سعره. اللي هو كان بيطلع ب 5000 جنيه رخص الحديد. أنا عايز أقول لك يا أستاذ أحمد، الحديد يرخص والبيض يزيد، عامل أساسي برضه في نزول السعر المواطن، يعني برضه لازم المواطن برضه يبقى حريص في الشراء، ما يشتريش على قد الاستهلاك. الدنيا حر، ده بيبوظ. بالظبط كده، ياخد على قد استهلاكه يعني. هو حد بياخد مخزن؟ ما اكيد بياخد على قد استهلاكه. بس الامر العجيب ان انا بلد عندي اكتفاء ذاتي من البيضه، عندي 13 مليار بيضه انتاجنا بالزبط. وفي نفس الوقت يوصل اعلى سعر عمرنا ما سمعنا، الطبق البيض يوصل 77 جنيه. بالظبط كده. ما سالتوش ليه يا فندم الحكايه؟ ما احنا ايه بنساله يعني. لا انتوا كغرفه يا فندم، ما دوركم تسالوا. احنا دورنا ان احنا بنقوله الصح، يعني بنقول اللي قدام الواقع، اللي على ارض الواقع بنقوله، يعني بنقول على ارض الواقع. نفس الوقت احنا بنقوله في الاسعار العالمية نزلت اسعار سلع ياما. وبرضه في شركات لسه ما نزلتش الاسعار. والمواطن برضه عامل اساسي، المواطن يدور يشوف الحاجة اللي سعرها مناسب ليه يشتريها. لان في شركات مش هو ده سعرها، يعني هو رفع سعره وما نزلش. في شركات تانية نزلت اسعارها، فالمواطن عامل اساسي اللي هو يدور على الحاجة المناسبة ليه. اللي نعم. سعرها كويس. نعم. ما يشتريش الحاجة الغالية. نعم. الدولة عاملة اللي عليها. الدولة عاملة اللي عليها، يعني لازم نفرقه بين القطاع الخاص والسوق الحر، ونفرقه بين اللي الدولة متخصصة فيه زي رغيف العيش، زي التموين اللي هو اللي بياخده المواطن. فعلا الدولة لغاية دلوقتي يعني عدينا على بأزمتين كبار، ما الدولة ما حرختش سعر أي حاجة. سعر سعر رغيف العيش زي ما هو من قبل ولغايه دلوقتي سعره بخمسة سنة. صحيح. الدوله لازم يفرق المواطن ما بين السوق الحر وما بين الحاجه اللي مختص فيها الدوله. الدوله مختصه بالتموين، الاسعار السلع كلها التموينيه نفس الاسعار. عدينا بازمه كورونا وعدينا بالازمه الروسيه الاوكرانيه ونفس الاسعار، نفس الاسعار هي ما زودتش تاني. حضرتك بتقول الاعلاف رخصت؟ دايما لما تسال حد يقول لك اصل الاعلاف غليت وبالتالي بنزود. حضرتك بتقول ايه رخصت؟ طب بيزود بناء على ايه؟ بالظبط كده. وبعدين الدنيا حر، درجه حراره 40. مش محتاج يعني زي الشتاء بيقول لك بنعمل ايه وكهرباء وحاجات كده ممكن. وفي وفره. وفي وفره في الصيف، بيبقى في وفره اكتر من الشتاء. يعني لو كده، لو في الصيف الاسعار دي، يبقى في الشتاء يبقى بكام؟ في المدارس يبقى بكام؟ في المدارس، خش المدارس هيبقى بكام؟ بكام تتوقع في ظل الزيادات دي يوصل كام؟ لا انا ما انا اتوقع هينزل سعره، مش ما هينزل يعني حتى. طبعا هو دي حاجات ممارسات كده بتحصل،